بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وسعت رحمته كل شيء وتجلت حكمته في كل شيء وملا نوره اركان كل شيء وقهرت قوته كل شيء واذلت عزته كل شيء الحمد لله الاول فليس قبله شيء والاخر فليس بعده شيء والظاهر فليس فوقه شيء والباطن فليس دونه شيء يا رب كل شيء اغفر لنا كل شيء والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وآله وصحبه وتابعيهم وعلينا معهم برحمتك يا رب كل شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درة الجمعة مرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام مع حلقة جديدة من برنامج درة الجمعة الذي يأتيكم عبر هذه الشاشة الكريمة شاشة الموصلية درة الجمعة لنقف اليوم مع موضوع سمه إن شئت سرا من الأسرار أثر السر على الوجوه أثر السر على الوجوه بداية ما معنى هذا الكلام قبل أن نخوض في غمار هذا الموضوع الجميل تعالوا لنرى ولنسمع رواية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يرويها الإمام البزار الإمام البزار عنده رواية بروايه سيدنا سعيد بن الجبير التابعي رضي الله عنه، روايه مرسله وروايه موصوله، وروايات هنا في البزار وعند غيره، تقول الروايه يقول سعيد بن جبير مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل قال يا رسول الله قيل يا رسول الله من اولياء الله؟ فقال عليه الصلاه والسلام: اولياء الله الذين اذا رؤوا ذكر الله عز وجل الذين اذا رؤوا ذكر الله عز وجل ولنتوقف قليلا عند هذا الحديث الشريف. هو النبي صلى الله عليه وسلم لما يتكلم لنا عن الاولياء ذكر لنا امر لا له علاقه بالفعل ولا له علاقه بالقول ولا له علاقه بالحال. يعني ممكن كان يكون السؤال او الجواب عن الحديث ممكن واحد يتوقع ان يكون الجواب عن اعمال الاولياء عن عن اقوالهم عن احوالهم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سمت هذه الاشياء الثلاثه القول والفعل والحال يعني خلاصه الولي من عمل صالح من من قول او فعل او حال خلاصته ان ينعكس سر قلبه على وجهه فيكون سمتا فاذا ما كان هذا السمت ظاهرا على المحيه احال الله عز وجل كل راء للصالح هذا ان يذكرون الله عند رؤيته الذين اذا رؤوا ذكر الله عز وجل وهذا مقام عظيم للاولياء الاولياء الذين صلح قولهم وصلح فعلهم وصلح حالهم وهذه الثلاثه حين اجتمعت منصلحه انعكس ذلك سرا على الوجوه والمحيا فصارت الوجوه جاذبه للناس الذين يرون بان يذكروا الله عز وجل اذا رؤيت تلك الوجوه الذين اذا رؤوا ذكر الله عز وجل وصل بالانسان الولي ان الله يكرمه بان يجعله سببا لذكر الله في الارض. اولياء الله ولما نريد نقارن ما بين سمت الصالحين او اثر السر على الوجه وبين الايات التي وردت في الثناء على اولياء الله يتبين لنا الربط، تطلع لنا المعادله، تظهر لنا، يعني الحديث اولياء الله الذين اذا رؤوا ذكر الله عز وجل، الايه قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وين المش الشاهد بالآية؟ هذا الشاهد الذين آمنوا وكانوا يتقون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا جملة اسمية وكانوا يتقون جملة فعلية. وكأنك إذا صح التعبير يستقر الإيمان في القلب جملة اسمية ثابت والجملة الفعلية تقتضي التجديد والاستمرار وكانوا يتقون فعل مضارع يقتضي الاستمرار والتجديد يتقون, يتقون 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 يراقبون الله في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم فينصلح عند ذلك سرهم أي سرهم أي خلوتهم مع ربهم اختلاؤهم به سبحانه فإذا ما انصلح سرهم بينه بينهم وبين ربهم جل جلاله انعكس ذلك على وجوههم فظهرت تلك الوجوه نيره احتاج كل احد حين يراها ان يذكر الله عز وجل الذين اذا رؤوا ذكر الله عز وجل. هذا الحديث بالربط مع هذه الايه موجود في القران الكريم بقوله تعالى: سيماهم في وجوههم من اثر السجود. سيماهم في وجوههم من اثر السجود، الايه وين؟ في اواخر سوره الفتح. الكلام عن من؟ الكلام عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم والذين معه أي المقصود الصحابة الكرام الله يرضى عنهم القرآن الكريم مدح الصحابة الكرام قبل أن يخلقوا وجعلهم أمثلة يضرب بها المثل عند الأمم السابقة لجمالهم لجمال سرهم ولجمال علنهم قال تعالى ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كان الأنبياء يذكرون الصحابة الكرام لأتباعهم ويتباهون بهم ولم يخلقوا بعد الصحابة الله يرضى عنهم سماهم في وجوههم من أثر السجود سعيد بن جبير راوي الحديث الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل قال نو صلاتهم تظهر نورا على وجوههم نفس الحديث وكأن سيدنا سعيد بن جبير يربط ما بين الحديث وما بين هذه الآية لما جاء سعيد بن جبير رح رضي الله عنه تابع الجليل لما راد يفسر لنا الآية سِمَاء في وجوههم من أثر السجود قال هي صلاتهم هي صلاتهم تظهر نورا على وجوههم، نفس المعنى الذين اذا رؤوا ذكر الله عز وجل اسرارهم بين يدي الله سبحانه وتعالى تنعكس نورا على وجوههم. سيدنا ابن عباس يقول هو السمت، سمت سمت الصالحين، مرات تجد انسان ما تعرفه، تجد فيه سمت العلم، سمت الصلاح، سمت الاخلاق. سيدنا الحسن البصري يقول هو الخشوع، المؤمن خاشع دائما، اهل السر قلوب منكسرة وأبدانهم يظهر فيها التذلل لله سبحانه وتعالى ناس متواضعين لا عيون زائغة يمين يسار لا حركات طائشة هدوء وسكينة وقار سيدنا عطية العوف يقول نور يظهره الله على وجوههم يوم القيامة الإمام مجاهد يقول هو التواضع الإمام المجاهد يقول السمام في وجوه من أثر السجود هو التواضع وهكذا الاقوال كثيره في معنى قوله تعالى سيماهم في وجوههم من اثر السجود يعني اللي راح يظهر على وجهك من نور يراه اهل النور هو بمقدار ما تسره بين يدي ربك حين تختلي به من طاعه فما تقدمه من طاعه بين يدي الله في السر قلب نظيف لما انت بينك وبين نفسك تسمع انه فلان صار عنده سياره قلبك يفرح لما تسمع فلان تزوج فلان صار عنده بيت فلان صار عنده منصب الناس صار اكو مشكلة بالبلد الفلاني قلبك ينقهر عليهم وقلبك يفرح للي قبلهم اللي ذكرناها مت... والله والله ميزم بشيء قلبك هذا إذا هاكت فأنت في خير لجميع الناس وبينك وبين ربك أنت عبد له إذا أنت على هذا الحال فأنت ملك يا كرام السريرة هي أهم ما في الإنسان يعني ممكن أن تقول أن سرك هو أهم ما تملكه أنت أيها الإنسان. ليش؟ لأن يوم القيامة رب العالمين إيش قال؟ قال يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر ظاهرنا كلتنا ملاحة. عفوا على العبارة نستطيع جميعا التمثيل بين الناس. كل الناس أطيق أشوفهم أنه أنا مليح وكلام ولسان حلو وما أعرف الحقيقة بينك وبين ربك أنت لما أنت بوحدك أنت مليح أنت تعرف لهذا القرآن الكريم ايش يقول لك؟ يقول بل الإنسان على نفسه بحده على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره قدام الناس والله ما قدرت أصلي أنا كنت مريض والله أنا ما صايم ما صمت لأنه أنا راسي أذيني هذا الناس ممكن تقتنع الطبيب قال لي افطار ممكن الناس تقتنع الطيخ تقنع رب العالمين مو هو مطلع السرير السر النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن السمت الصالح والهدي الصالح والاقتصاد هاي ثلاثة السمت الصالح والهدي الصالح والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزءا من النبوة يعني انت خلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم السمت الصالح والهدي الصالح الخطوات الصالحة لما أكو مشكلة عائلية كلامه موزون كلامه ما يثير كلامه ما يحرق كلامه مو مثل البنزين على النار تأجج المشاكل يهدئ ينظر للعواقب بهدوء سمت هدي صالح سمت صالح يعني بعض الشباب رسم على الوجوه رسم على الأبدان الأظافر مع, مع فشلون التسريحة مع فشلون الزي مع فشلون يابا لا سمح الله انت اذا متت بالشارع وين يودوك؟ يودوك على الجامع اللي يودوك على غير مكان، ما نعرفك مسلم الا لا. وين اسلامك؟ وين دينك؟ وين تاسيك بحضره النبي صلى الله عليه وسلم؟ كون محمديا، الله قال لك ولكن كونوا ربانيين افخر بنبيك صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاه والسلام: من اسر سريره من اسر سريره البسه الله رداءها ان خيرا فخير وان شرا فشر اشك بينك وبين قلبك اشك بينك وبين ربك اشك بين قلبك وبين ربك سبحانه وتعالى ستظهر عليك لا محاله ان كنت صادقا سيظهر عليك الصدق وإن كنت كاذباً سيظهر عليك الكذب، وإن كان منافقاً سيظهر عليه النفاق، هذه قاعدة النبي صلى الله عليه وسلم حكاها، يطلع لك إنسان متزين بأحسن الزي، ما تقتنع بينه. إيه قلب، قلب يتكلم، وقل سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول من أحسن سريرته بينه وبين الله أحسن الله علانيته. بينك وبين الله مليح، الله يتكفل لك بالعلانيه، يرجع سيدنا عثمان يعلق على الحديث ايضا ويقول: من اسر سريره البسه الله رداءها، سيدنا عثمان يقول: ما اسر احد سريره الا ظهرت على صفحات وجهه وفلتات لسانه. سيدنا عثمان يفسر لنا الحديث، يقول اللي بينه وبين الله مليح راح تطلع لما انت سمعت ان فلان صار عنده مناسبه معينه المفروض وبينك وبين نفسك فرحت من راح تشوفه راح عيونك تتكلم قبل لسانك وايضا لو ما فرحت وغدت تظاهر ان انت فرحان وحاولت انه تبارك له على اساس انه تاخذ موقف جميل ترى الله راح يكشفك وهو راح يقع في قلبه ان انت ما عاد تقول من كل قلبك لانه هو هذا السر قلبك مكشوف لا تتصور انه القلب مخفي في الجسد لا القلب مكشوف كل ما في القلب من سر يظهر على الظاهر هي هي رسالة الحلقة اليوم لما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل يعني سريرة مليحة كان لما يمدح سيدنا عثمان الله يرضى عن سيدنا عثمان لما رادوا يمدحون عثمان رضي الله عنه كانوا يقولون كانت سريرته أطهر من علانيته يا الله يعني الناس ثلاثة أقسام واحد علانيته أفضل من سريرته كلتنا هكذا بالعلانيه نصلي السنه بالجامع ونطول لما نصلي الفرض اقصر بالبيت اقصر مما نصليها بالجامع كلتنا هكذا الله يتوب علينا جميعا إنسان تساوى سريرته علانيته نفسه بالبيت ونفسه برا البيت هذا ملك وافضل أفضل, افضل افضل اللي سريرته افضل من علانيته يعني يصلي على النبي في اليوم 10000 مره ما يبينه بالظهر ما يبينه يستغفر كثير يجيك جاي للدوام بعد الفجر كان قرأ جزء من القرآن يجي مع الموظفين موظف عادي ما يبينه طيلع كان أكرم امرأة في أرملة كان تصدق مع يتيم اتكفل يتيم بخمسين ألف كل شهر لا أهله يعرفون ولا أحد يعرف هذا سريرته أفضل من علانيته هي غاية هذه اللقاءات وغاية هذه البرامج التي تعنى بالنفس النبوي الشريف أن تطهر القلوب أن تزكي القوالب نحن رسالتنا يا كرام أن ننصح أنفسنا قبل أن ننصحكم أن ننتقل بكم لنكون على الهدي المحمدي النبي ألف الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم قال إن السمت الصالح والهدي الصالح والاقتصاد الاقتصاد يعني وضع الأمور في محلها في محلها جزء من خمسة وعشرين جزءا من النبوة كونوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم كونوا أولياء الاولياء الله يغار عليهم من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب الاولياء هم الملوك يوم القيامه ملوك الجنه كونوا على هدي الاولياء كونوا على هدي الانقياء الاتقياء الاخفياء هو منهم الاولياء اللي تشوفوا من الانقياء نقي من الاتقياء يخاف الله من من الاصفياء من الشهداء <applause> الله راح يكرمه بالخامسه ويكون من السعداء الاولياء اسعد الناس في الارض لان الدنيا اذا شرقت او غربت ما عند مهم يا كرام الذي اردنا ان نقوله اليوم كونوا اولياء لله الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون اللهم اجعلنا من الاولياء ختاما اللهم صلِّ صلاه كامله وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقي الغمام وجه الكريم وعلى آله وصحبه اجمعين في كل لمحه ونفس بعدد كل معلوم لك يا حي يا قيوم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته